والله جاني اتصال صراحه انه قناه المجد تحتاج الى مقدم في برنامج معين، حتى ما 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 علمني الاسم، وانه فكره البرنامج كذا كذا، مجله تلفزيونيه، وبتكون انت يعني واثنين معك، رياض وعبد الوهاب. رياض اعرفه ليس شخصيا، اعرفه كاعلامي لكن ما عمري تقابلت معه. وعبد الوهاب ما اعرفه بتاتا بحكم انه انا اصلا منشغل كثير في الاعلام. قلت ان شاء الله، يعني قلت رياض اعرفه بس هذا عبد الوهاب شو وضعه؟ والله قالوا لا كويس وقديم، يعني اكثر من 10 ل 11 سنه. قلت ممتاز، ايوه الخبره ما تبلش فيه، المشكله المبتدئ هو اللي تبلش فيه. طيب شو وضعه؟ قال الى الان ما في، ما استقر، طرحت عده اسماء، انت من ضمن الاسماء، يتم اختيارك ما يتم اختيارك عاد هذا، لكن احنا نبغى نعرف وجهه نظرك كبدايه، هل انت توافق ولا ما توافق؟ قلت والله انا يعني مبدئيا ما عندي مشكله، لكن لابد اني اجلس مع فريق العمل واشوف كيف سير البرنامج، كيف الشباب يشوفوني ايضا اتقبلهم ما زي كذا يعني. ف ايوه جاء اول اجتماع، حضرت الاجتماع. في وجوه جديده طبعا كثير ما اعرفها الاجتماع، في الاجتماع طبعا. اولهم نور. ها اي لا طبعا كان ضابط الاتصال صالح في البدايه، ثم انتقل الى نور. وصراحه اول اجتماع كان اجتماع جميل بالنسبه لي، يعني رؤيه جديده، قناه جديده، دهاليز جديده، افكار متنوعه مختلفه، مقدمين جدد، برنامج جديد لاول مره اصلا على الشبكه. فشفت انه صراحه انه راح تكون خطوه مميزه بالنسبه لمسيرتي الاعلاميه اني انضم الى هذه الكوكبه. الاجتماع الاول كان يعني هو اشبه بمقابله عمل بالنسبه لي وبالنسبه لكم. تشوفون هذا كيف الشخص، كيف اراءه، وانت تشوفنا ايوه كيف دخل، وانا ايضا كنت بالتالي كنت يعني اجس النبض، وكنت اشوف جاء الى مربط الفرس الحقيقي اللي هو فقرات البرنامج وترتيبها واسم البرنامج واسم الفقرات. طرحت عده فقرات كثيره ما لها اي صله بفكره البرنامج، بالبرنامج، وانا كان من وجهه نظري كنت معارضها تماما، وحاولت اني اعترض، ولكن كان بعض الاشخاص في الاجتماع يقول انها مميزه وانها راح يعني تكون. انت كطالب جديد يعني مشي ها؟ اي لا طبعا لا، انا ابديت اعتراضي، انا غير راضي، لكن في الاخير في راي اغلبيه. صحيح. فكنت احترم راي الاغلبيه، لكن انا لازلت مصر على رايي انه هذه الفقره انا اشوف انها ما هي كويسه. عرفت؟ وفي الاخير الحمد لله، طبعا في الاخير طلع كلامي صح، وتوقفت بعض الفقرات اللي انا صحيح ما كنت اشوفها مناسبه. صدق نفس الفقره هذه عشان تكون بصوره، خلينا نكون يعني نطرح اسم الفقره اللي كانت فقره اسمها ايش؟ نسيت اسمها. تحت السيطرة. الفكره كنت اقول للشباب، الفكره يا شباب انا اتذكر اول ما طرحت والله كنت اقول لهم شباب لما شرحوها قلت ما فهمت. لا اوكي يا شباب يعني يبغى لها، احس كذا حتى قاعد اقول، قلت يبغى لها حبكه، الحبكه ما هي محبوكه كانت. سبحان الله يعني صح استعجلنا في ظهورها، يعني طلعت حلوه ومره كذا، بس انه احنا شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.